بنرحب بحضراتكم من جديد. الحقيقة انه كل بنت فينا بتحاول كده طول الوقت انها يعني تعمل حاجات وتعمل ادوار، ممكن جدا تبقى الادوار دي بالنسبة لها هي حاجات قوية، يعني حاجات زيادة عليها شوية. كل بنت فينا بتحاول تثبت انها اقوى وانها مش هي الكائن الاضعف، ولكن احنا ربنا خلقنا في الحياة لينا ادوار، لكل حد فينا. البنت ليها دور، الولد ليه دور، وكل حد المفروض انه يبقى عارف دوره ويقوم بيه من غير ما تبقى فيه مشاكل، او يعني يبقى فيه مثلا تنمر انه انت ازاي بنت وبتعملي كده، او انت ازاي ولد وما بتعملش كده. الحقيقه ان احنا النهارده مع حضراتكم عايزين نتكلم شويه عن فكره ان كل حد فينا ليه دور، كل حد فينا ليه وظائف المفروض ان هو يقوم بيها. مش معنى ان انا بنت فانا مثلا المفروض ابقى طول الوقت ابان ان انا الكائن الاضعف، مش معنى ان انا ولد فانا المفروض ان انا طول الوقت ابان ان انا الكائن القوي اللي بيعرف يعمل كل حاجه وبيعرف يتحمل كل حاجه. الحقيقه لا، الدنيا مش بتمشي كده خالص، فده اللي هنتكلم عنه النهارده مع حضراتكم ومع ضيفتنا اللي منورانا، استاذه ريم عرابي استشاري الصحه النفسيه. منورانا يا استاذه ريم. منورك. ثانك يو. شكرا. الموضوع مختلف وموضوع ظريف في ظل التحديات والصعوبات الكتيره اللي المراه دلوقتي بتقابلها في حياتها، بتضطر المراه ان هي زي ما تقول ايه تلبس الجاكيتة اللي هي الرجالي، تتقمص دور الرجل علشان تقدر ان هي تقوم بالمسؤوليات اللي عليها. في ظل ده ازاي تقدر ان هي تحافظ على طاقة الانوثة اللي جواها؟ اوكي، هي لازم تفهم كويس جدا ان طاقتها يعني مش تقدر تفعلها وتقدر تشتغل غير لما تكون هي على وعي الانوثة اصلا. يعني وهي بتشتغل بطاقة ذكورة انها هي طول اليوم متواصل شغالة، بسمع سيدات كتير يقولي احنا طول اليوم من الصبح لليل بنشتغل ومستمتعين بشغلنا، بس بالعكس هما بيتأثروا جدا. هتلاقي البادي لانجوج، حركة الجسد اختلفت، القعدة اختلفت، طريقة التفكير اختلفت، فبتأثر عليها. هي ممكن تنجز وتحقق، بس هيجي بقى مع الوقت هتلاقي عندها آلام في ظهرها، آلام في ركبتها، رجليها، شكل جسمها بدا يتغير، مش قادره تدي سبيس انها تركز على جواها اكتر، مش مهتم انها تركز على اللي جواها، على حاجه تخصها هي بنفسها يعني. بالظبط كده. وغالبا هي بتعمل ده من دافع عدم الامان، هي حسب عدم امان فهي بدات تفعل. احنا ربنا خلقنا كلنا فينا طاقه انوثه كسيدات وذكوره، والذكور فيهم طاقه انوثه وذكوره بس بنسب. واحنا حتى ما بنتجمع يعني كذكر وانثى مع بعض بنعمل زي ايه؟ زي وحده، صح، ان هي بنكمل بعض. يبقى فيها التوازن بقى، خلاص هنا حصل التوازن، صح. بس لما الانثى تفرط في استخدام الطاقه اللي ربنا مديها لها بتاعت الذكوره، بتبدا ايه؟ هي حتى بشرتها، طريقه تفكيرها، اتصالها بقى مع المحيطين كأم، مش هتقدر تقوم بواجبها انها تبقى حنونه، قادره تحتوي، قادره تربي، قادره توجه. حتى يا جاسمين هتلاقي في ظاهره غريبه كده الايام الاخيره، الامهات تلاقيهم بيتعصبوا، بيصرخوا، بيشتكوا على طول. حتى في كده حاجه غريبه برضو بسمعها، انا زعلانه ان انا ام اصلا. الكلمه دي يعني خلينا نقف عندها شويه، هي اساسا فطره انها بتحب تبقى ام. كنا ان احنا بنسمع الايام دي، انا بس هي برضو هي مظلومه ليه؟ لان هي في بعض من الاحيان او في كثير من الاحيان بتضطر ان هي تلعب الدورين، دور الام ودور الاب في ظل غياب الاب، فهتضطر ان هي مش عايزه اقول تسترجل ولكن تملى هذا الفراغ. تاخد الدور ده بالظبط، تاخد الدور ده رضوى في حياه ولادها. فمع الوقت اعتقد هي كمان يعني بدون ما تعي بتتعود ان هي تلعب الدور ده، فبتصحي الجزئيه دي فيها اكتر وبتنيم الجزئيه بقى الانثويه اللي فيها اكتر. بالظبط. ازاي تبقى واعيه انها لازم تعمل نوع من انواع التوازن عشان ما تفقدش انوثتها؟ هي لازم تبقى عارفة إن الأنوثة قوة في حد ذاتها، هي قوة. لما منزور كده يعني جداتنا أو الناس الكبيرة وناكل عندهم، بنحس بدفى، بنحس بجمال، صح. هي أصلا ليها دوره، مهما طبعا عملت هي مش هتقدر تسد مكان الراجل، مش تقدر. هي متألقة في دورها، هي رسامة في دورها، ولازم تعي ده. ودورها طبعا بيعمل خيمياء رهيبة، تغيير عظيم في حياة الردامة. مش شرط ان الابن ناقصه اب او ناقصه دعم انا اخد الدور ده، لان انا مش هقدر، لان هو فطريا بيبصلي كأنثى ان انا ايه؟
مكان آمن أنا بوجهه، أنا اللي بربي. فأنا لما أخد دور الأب فطريا الابن أو الابنة هتحس بالاضطراب شوية، ومن هنا بتبدأ المشكلة. من هنا ممكن يبقى فعلا بيحصل خلاف يعني ما بين الأمهات وما بين الأبناء يعني. طيب كلمينا أكتر عن إزاي لو هي اضطرت تاخد الدور ده تبدأ ترجع تاني تحس إنه لا أنا هاخد بقى يعني الدور اللي هو أصلا مكتوب لي واللي أنا المفروض أبقى بعمله وربنا خلقني ليه. أولا هي لازم تفهم هي قدراتها إيه وقوتها إيه. قوتها في إنها بتدي عاطفة بشكل معين، إنها ما تقدرش تشتغل لعدد الساعات الطويلة دي، وإنها تحس بالأمان داخليا، إن مفيش حاجة بتديها دافع قوي كده. لما حد يشتغل من منطقة عدم أمان هو هيشتغل كل حاجة بس هيحصل له احتراق. هو مش هيقدم الدور ده، وده هيبقى ماشين إنه بيجيب فلوس عشان يأمن. صح. والحياة كلها برضو مش في الحتة الضيقة دي، لأن في حاجات كتير بتبوظ مع الوقت. إحنا كاستشاريين نفسيين إحنا أو في أم كانت بطلة في القصة، بس هي قاعدة اللي قاعد قدامي تعبان نفسيا جدا بسبب إنها ما قامتش بالدور ده. طب هل في أعراض يا ريم يعني بتبقى واضحة، تبقى جرس إنذار بالنسبة للمرأة إنه مثلا أنا لما ابتدي أتعصب، لما ابتدي أتوتر، لما ابتدي يحصل لي إيه أخد بالي إن هنا لأ لازم أعمل وقفة مع نفسي وأعيد التوازن مع نفسي مرة أخرى؟ لما تحس انها طبعا من جوه مش حاسه بسلام، لانها هي اصلا بتعلم من حواليها يعني ايه سلام. هي هاديه اصلا، بس يعني حاسه بسلام دي تعبير مطاط قوي. يعني في هدوء داخلي، يعني في هدوء، يعني اللي داخل عندها بمشاكله او اي حاجه عارفه تستقبل، وعندها سبيس وعندها مساحه كبيره من الراحه. بدات تتعصب على طول وبدات الهرمونز بتاعتها ما تتظبطش او مودها ما يتظبطش طبعا دي. وكمان لما ده انها تلبس لبسها كده اوتوماتيك بروتين اي حاجه في اي حته، مش مهم احط ميك اب، مش مهم اهتم بالديتيلز. دي من العلامات المشهوره. وكمان العلامات المشهوره في ناس صغيره في السن بدات يظهر لها حاجه زي كده، امراض الظهر ان كان ديسك او اي حاجه، او تعب في الرجلين او مشاكل في الرحم. كل دي عوامل. وفي برضو حته انها بدات تنعزل، مش عايزه تنخرط في المجتمع، او ما عندهاش طاقه للمجتمع، ما عندهاش طاقه تعمل اكل بجمال، ما عندهاش طاقه انها تظبط بيتها بجمال. كل دي هي يعني حياتها كلها للشغل بالظبط، بس في اطار الشغل بالظبط. طيب تعمل ايه عشان تخرج من المنطقه دي؟ يعني انا برضو يهمني ان احنا ندي كده شويه تيبس او نصايح ارشادات. يعني السيدات اللي كده يبداوا، او حتى البنات الصغيرين على فكره في منهم كتير هم مركزين جدا على الجزء العملي في حياتهم والشغل وكده وناسيين حياتهم الشخصيه تماما. فيعملوا ايه عشان يخرجوا من المنطقه دي؟ اول حاجه لازم نعرف ان هي كانثى محتاجه وقت غير الراجل. الراجل عنده طاقه ناريه بيعرف يشتغل. لو الراجل قاعد في البيت وقت طويل بيجيله ملل، اما الانثى تحس انها منسجمه مع البيت بتاعها. اول حاجه لازم تدي وقت لنفسها انها تعرف انها ما بتشتغلش بالدايناميك السريع قوي ده اللي هي حطاها في نفسها. وتاني حاجه ان هي بتاخد تايم انها تحس بجمال الحاجه اللي بتاكلها، اللبس اللي بتلبسه، التفاصيل، انها تطلع مشاعرها اول باول، ايه اللي هي حساه. طب انا لا انا بقالي اسبوع مثلا ضغط على نفسي، بروح الشغل كل يوم وبنزل، ايه اللي انا محتاجاه؟ مثلا عندي يوم الجمعه اجازه، محتاجه اعمل ايه؟ لان في كتير حتى بالبنات الصغيره اللي بتشتغل بتاخد الجمعه كمان ان هي بره في الشارع بتعمل حاجه بسرعه. هي الانثى طاقتها بتعزز كل ما الديناميك الحياه بقى ابطا، لانها مش مصممه من عند ربنا على السرعه اللي موجوده. ودلوقتي طبعا السرعه هي بقت موجوده يعني في كل حاجه، لغه العصر. خلاص العصر. طب حياتك كاستشاري صحه نفسيه، من الحالات اللي بتشوفيها والنماذج اللي بيتم عرضها عليكي، الى اي مدى تقدري تقولي ان السيدات اللي بيجوا لك بيقدروا يعملوا التوازن ده ويحافظوا عليه بعد ما يوصلوا له برضه؟ هو لازم الذهنيه اللي تتغير. اعرف انا قويه في ايه. من واحنا اطفال بنتربى كصوره، بنتبرمج كده صح على ان ده طبيعي. حتى لما تلاقي الانثى في البيت هي اللي المفروض تعمل البيت، هي اللي المفروض تجيب اكل، تظبط الاكل، تفاصيل البيت بتفاصيلها كلها، حتى لو هي تعبانه. حتى يعني بيجي لي في الجلسات عندي يقولوا لي انا مش ما قدرتش اطبخ امبارح وبالرغم من كده وقفت غصب عني. هنا بقى يحصل ايه؟ تدمير لطاقة الأنوثة. هي مش فاهمة أصلا أنها مش قادرة تدي في الوقت ده. مش فاهمة أنها ستوب، أنت كده داخلة على جسمك. فالبرمجة دي عملت إيه؟
خلت الذكور بيطلبوا من إناث أدوار، والإناث بيطلبوا من الذكور أدوار، والأدوار كلها دخلت في بعض اتلخبطت اللي انت قلتيها جاسمين اللي هي البرمجة. ومن خلال الجلسات احنا بنوصل لأماكن خطيرة جدا، حتى هما ما بيبدأوا يتصلوا بأنوثتهم ايه اللي بيحصل. بس بعد قد ايه بقى؟ يعني بتاخد معاكي فترة قد ايه؟ كام جلسة علشان نقدر نوصل للمرحلة دي؟ اولا لما مثلا في بنت باباها توفى وهي صغيرة، غير لما باباها انفصل عن مامتها، غير لما هي نشأة في بيئة ما فيهاش رجالة حواليها، كل ده بيأثر على الباك جراوند. وفي بنات من الوجع الجامد بتبقى واخدة دور ذكوري وشايفة ان هو دور حقيقي. فعلى حسب التاريخ بتاعها هي عاشت عاشت والذكر اللي قدامها قد ايه في الفترة دي وحواليها مين وكده. بالظبط. طب ايه اللي يعني بيحصل لما بيتصلوا بقى بأنوثتهم؟ كنت لسه هتقولي لنا ده يا استاذة. بيحصل انهم بيبدأوا يلبسوا الوان colorful، بيبدأوا ينعكس على اللبس حتى. ايوه بيبدأوا البشرة ياخدوا بالهم من نفسهم اكتر. ايوه هدوء. حتى سمعت كمان كومنتات جميلة، طريقة كلامنا وصوتنا اختلف. ولادي بيعملوا حاجات غلط وانا ببتسم لهم واقول لهم اوكي تعلموا ومفيش اي مشكلة. انا حاسة ان الحياة لطيفة، اول مرة اركز ان في زرع جنب بيتي. بدأت تلتمس الجمال، لان الانوثة اساسا ايه؟ مصدر جمال اصلا. فهي اساسا ما بتدخل في دور ذكوري هي ما تقدرش تطلع الجمال ده ولا تتصل بالجمال اللي موجود. هل الواحد ممكن يعيد ال 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 التناغم او التوازن ده لنفسه مع نفسه، ولا لازم يحضر جلسات ويروح لحد متخصص يدله على الطريق الصحيح ويوريه هو ضل طريقه فين بالظبط؟ هو ميزه الجلسات بيبقى فيها زي فكره مرشد. يعني ساي انا ممكن اكتشف الطريق لوحدي، بس انا وانا سايق العربيه ممكن اهلك بنزين ووقت واتوه كتير، ممكن هوصل في الاخر واحتمال ما اقدرش اوصل 100%، بس المرشد بيعمل ايه؟ امشي هنا بيوصلني اسرع، امشي بس هي ده فرق. بس كل الطرق بدل ما الانسان بيسعى هو بيوصل لها. اهم حاجه يكون من جوه الشخص فاهم كويس قوي ان انا عندي حاجه زي كده. وعلى فكره انا ما باجي اتامل كده السيدات، لاني بقابل سيدات كتيره كل يوم، في المجتمع عندنا جرح انوثه واضح جدا جدا. بمعنى ايه؟ بمعنى ان هي حتى ما بنيجي نعرفها، مثلا في حاجه مشهوره جدا عند طاقه الانوثه انها طاقه مستقبله. يعني ايه طاقه مستقبله؟ هي طاقه حاضنه. يعني الحاجه بتجيلها، هي لو فعلت الطاقه دي حتى يقولوا لي ايه ده، احنا كنا بنجري علشان نحقق كذا وما حصلش كذا. بعد ما ناخد شويه كورسز ونظبط الانرجي ايه اللي بيحصل؟ انا جات لي فرصه عمل فيها راحه وفيها جمال على مكان ساحلي. بدات الجمال يتصل بيها والسهوله تتصل بيها. هيا انت نورتينا يا استاذه ريم، وبنشكرك جدا جدا على وجودك معانا وعلى الموضوع المختلف اللي احنا اتكلمنا فيه النهارده معاكي. عايزين كلنا كده يعني نبقى عارفين ان كل حد فينا ليه دور، والمفترض انه يعني نقوم بالدور ده واحنا سعداء ومبسوطين. نشكرك جدا استاذه ريم، نورتينا. شكرا.